تعرف هارون زين حط الجنب العمدة من يوم ما بقي عضو مجلس، لا هو سائل في الصفوانية ولا اهتم بمشاكل ناسه. وانت تعرف المحافظ زين يا استاذ احمد، واكيد ليك دلاء عليه، ولو قلت له على طلباتنا يمكن يعملها. حاضر، يبقى ان شاء الله اقابل السيد المحافظ وابلغه كل طلباتكم دي كلها مره واحده، وربنا يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله. 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 بالاذن يا استاذ. بالاذن يا استاذ. استاذ نحي. تمر بحال الله يا جماعه. بامر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا. تبرك. امو يا جماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حفظ القرآن هيبتدي من أول الأسبوع اللي جاي، والمشي الجديد بنرتبه للنوان ونحطه حضرتك ألف الأسر الفقيرة اللي محتاجة جنبه. اتفضل يا دكتورة. في حاجة يا دكتورة؟ لا مفيش، اتفضل أنت. ها ربنا يروق بالك، بعد إذنك. جاي تكمل اللي قلتولي في البيت قبل سابق؟ معلش يا علي، حقك علي. تزعليش ها؟ فاكرني هسامحك بكلمة ما تزعليش؟ خلاص يا ستي، وادي راسك اهي كمان. خلاص ها؟ ممكن تقولي ده ليه؟ كل اللي عملته معايا وقلتولي ده كان ليه؟ عملت ايه عشان كل ده؟ ما عملتش حاجة يا ستي. أنا بصراحة يا عالية ما كنتش عاوز أقول لك، يعني إن أمي ما بقتش صفيالك بسبب موضوع الخلفة، عشان كده ما كنتش عاوزك تروحي لها ويحصل بيناتكم مشاكل تزود الطين بلة. وأنا كنت عملت لها إيه؟ الخلفة دي بتاعت ربنا، ذنب أنا إيه؟ أمك بتحاسبني علشان إرادة ربنا؟ ما تزعليش نفسك، حقك عليا خلاص. واه يلا يلا عشان نروح، توحشت قعدتنا سوا. ده غير كمان اني ما قادرش على بعادك اكتر من كده. تتقلي عليا ولا ايه؟ يلا ماش. كلمي اللي بتقوله ده. لا حد سرق دوايا قبل سابق غيرك، ما حدش من الرجال يقدر يعملها. اتجنيت ولا ايه؟ ايه ده؟ الكلام ده بتقول لي يعني؟ يوفي فوق. اوعك تكون لسه فاكر نفسك على الجزيره وعامل لي فيها رايس. أنا اسم الرئيس يوفي غض عني. زريش تعال، مش كده يا رئيس يوفي، مش كده. عيب عليك فراج يا ولدي، استهدى بالله. تعال يا ولدي، تعال تعال. الله يديك، الله يديك يا ولدي، الله يبارك لنا فيك يا ولدي. تعال ما طمرتش فيه رباية، كان ربيت في حية. خلاص حمدان. ايوه حمدان، انت لسه عايشه؟ اخبارك ايه؟ عايز مني ايه يا حمدان؟ هونت عليك؟ هونت عليك تعمل فيا اللي عملته؟ انت لسه شفت حاجه يا اخلاص؟ انا عاوزك تعد الايام والليالي لحد ما اجي واخد روحك بيدي. محدش هيقتلك غير يا اخلاص. بقينا ويالي، ما فيش لا حرس ولا حد يحوشون. اروح فين منك يا حمدان؟ اروح فين منك؟ اروح فين؟ اهو يا عم فضل،
شوفك ده الرجاله شغالين من ليله امبارح من ساعه ما البضاعه وصلت المينا. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله احنا عندنا بضاعه كتير متاخر على التجار. ما تقلقش البضاعه النهارده هتتحمل وتطلع على الصعيد. وبفضل الله العربيات النقل في الطريق. ايوه كده الله ينور عليكم. الموسم بشيء وهلت. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا عم نجات. السنه قلقان يعني ايه البضاعه عدت كده عادي ازاي من المينا؟ انت عايز مشاكل يا سالم؟ مش القصد يا عم نجاتي، لكن من بعد اللي عملته عمتي نصرة فراج وهارون انا قلبي ما كانش مطمن، وقلت هارون جاي يسيبنا نعدي كتير البضاعه من بينا. وانت هتلقي هارون ده ما حبش يضايق الحجه. ليه؟ لان هي ماسكاه من يده اللي بتوجعه عشان الفيديو اللي معاها ما تصحصح امهار. تمام مخزن الحاجة نصرة؟ يا خير يا باشا. هي فيه خير يا باشا؟ خير جناء؟ استهدى بالله يا سالم بلاش الأفكار دي. طب وربنا زي ما أقول لك كده. يا راجل يا راجل الصف وكفيل يتحدثوا فيك يا نجاة. هم بينا وتعمي عندنا مشاغل. يا ايه ده؟ انت نصر عبد الرحمن؟ ايوه جنابك انا نصر عبد الرحمن. خير ان شاء الله. في اذن من النيابه بتفتيش المخزن. فماشي يعني تفتيش ليه جناب؟ دلوقتي هتعرف ايه بالظبط اللي انا اعرفه يا حضره الضابط. اسكت. اتفضل اتفضل. يلا اتفضل. هنقول ايه يعني؟ ما يخاف من البرد الا العريان. تشرب ايه جناب؟ اكيد في بلاغ كايده ضدك. فتش انا مين؟ الهروين ده يا فندم. ايه؟ بتاع مين الهروين ده جنابك؟ يعني ما تعرفيش دي بتاعت مين؟ بتاع مين الهروين ده؟ هروين يا حجة؟ حدش فينا يعرف حاجة عن الحديد ده؟ ايه ده؟ طب قولوا الكلام ده في النيابة. نيابة ايه؟ نيابة ايه بتيجي معاك على فين؟ ما حدش هيتحرك من هنا. اسكت اسكت. امشي معانا انت مقبوض عليك. ماشي ماشي يلا. بالهداوة يا بيه بالهداوة. مقبوض عليك كيف يعني؟ وين الهروين؟ ماشي ماشي. يا سلام سلام بالله. يلا البوكس بوكس يا شريف. يا حضرة الضابط ايه؟ يا مجرم اياك ولا ايه؟ اسكت اسكت. بعد اذنك حضرة الضابط. هي تركب عربيتها وهتيجي وراك على القسم على طول. مش هتهرب يعني؟ ماشي وانا هركب معاها. اتفضلي. تقلقيش ها؟ احنا معاك مش هنسيب. اتفضل يا حصان. تقلقيش. اجي معاك اجي معاك يا ولد عمي. استنى انت. خلي بالك من المخزن يا هاشم. عربيتك فين؟ روح يا سيد. روح يا سيد.
مين؟ الحاجة نصرة قبض عليها في المخزن بتاعها دلوقتي وطالعين بيها هم على النيابة. تقطع وراها النيابة؟ ايوه، وتبلغني بقرار النيابة. يلا مع السلامة. مبروك يا جدة. الله يبارك فيك. المصلحة اللي بعتك فيها ظبطتها صح يا عاد. أي خدمة يا جدة؟ لا وإيه؟ ما سيبتش قطر على الشباك عشان ما تقولش بعد كده إن حد فطلها من شباك المخزن وحطلها الهروين جوا البضاعة. مهم دلوك نشوف النيابة هتعمل معاها هي. قلت لحضرتك أنا ما أعرفش حاجة عن الهروين ده، ما أعرفش حاجة عني. أنا واحدة تاجرة بستورد وببيع. أتاجر في الهروين ليه؟ حتى لو ما عنديش ضمير أنا مستورة، أعمل كده ليه؟ أمال تفسري بإيه وجود الهروين ده عندك في مخزنك؟ ما أعرفش، أنا ما أعرفش حاجة. يمكن حد وقت حرام ده السهولي ما أعرفش. حد مين؟ أنت بتتهمي حد إنه حطلك الهروين في مخزنك؟ لا، أتهمش حد، تبقى ظلومة، ما أعرفش. هو مين اللي قال لحضرتك ان انا عندي هروين في مخزني؟ مصدر سري للمباحث. ماشي، المصدر السري ده ما قالش لجنابك مين اللي شاور له عليا؟ مصر عبد الرحمن. انت متهمه بجلب الهروين من الخارج لمصر في بضاعتك. لا حول ولا قوه الا بالله. استر يا رب، استر يا استر. هات العواجب سليمه. هاك عطينا بطين. امرنا نحن امجد التهامي